الحديث عن معاناة اللاجئين السوريين في لبنان وتداعياتها والمستجدات الحالية ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. دكتور طارق، بداية مرحبا بكم. يعني هذا الإجراء يعني زرع الألغام ما بين على الحدود ما بين لبنان وسوريا، ما مدى قانونية هذا الإجراء فيما لو طبق أو نفذ فعلا في ضوء يعني معاناة اللاجئين السوريين سواء في الأماكن التي تلاحقهم في الداخل المحرر وحتى في الخارج؟ يعني صراحة موضوع الانفجارات التي لحقت بعض اللاجئين السوريين عند هربهم من النظام السوري من سوريا إلى لبنان، هذا موضوع خطير جدا وغير قانوني وغير أخلاقي، ويترتب عليه يعني محاسبة كبيرة لمن اقترف هذه الجريمة الكبرى، ويجب محاسبته بغض النظر عمن يكون. وبالتالي هذا الأمر يتطلب تحقيق جدي وسريع لكشف من ارتكب تلك الجريمة، وبالتالي هذا الأمر برهون بالسلطات اللبنانية ونتبقى من السلطات السورية لمعرفة من ارتكب تلك الجريمة الشنيعة بحق هؤلاء اللاجئين. لا بد أن نؤكد كذلك يعني أن موضوع اللاجئين يشكل عبء أصبح على لبنان، وبالأخص أن هناك الآلاف الذين يعبرون شهريا من مناطق النظام هربا من الملاحقات أو بسبب الوضع الاقتصادي الذي يضرب داخل سوريا، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة، ولكن هذه المعالجة تتحمل مسؤوليتها الدولة اللبنانية والنظام السوري. الدولة اللبنانية هي حليفة للنظام السوري وعليها مسؤولية معالجة هذا الموضوع التي رفضت أن تعالجه منذ بداية الثورة السورية، وهي التي سهلت دخول ميليشيات لبنانية إلى سوريا لقتل الشعب السوري، وهي التي رفضت الالتزام بالاتفاقيات الدولية بالنسبة للاجئين وبالنسبة للإحصائيات وبالنسبة لتبيان أعداد اللاجئين ولتحديد أماكن إقامتهم، ولذلك لبنان اليوم يدفع ثمن كما يدفع الثمن اللاجئ السوري. طيب أستاذ طارق، يعني في هذه الحالة بالتأكيد هناك التقييم على المستوى الشخصي للمنظمات ودورها، المنظمات الإنسانية منذ عام 2011 12 سنة مرت على معاناة السوريين كلاجئين أو في الداخل وحتى في الخارج في الدول العربية تحديدا يعني وحتى في دول مجاورة. يا ترى ما هو تقييمك أستاذ طارق للمنظمات الإنسانية، وكيف تعاطت مع فحوى أو حقيقة الحاجة للإنصاف لهؤلاء اللاجئين؟ والله هذا الموضوع أستاذي العزيز يحتاج يعني إلى وقت طويل، ولكن دعني أختصر لك. نحن نتكلم عن معاناة لآلاف السوريين الذين هربوا من نظام بشار الأسد ولجأوا إلى لبنان. هؤلاء الذين لجأوا إلى دولة شقيقة عربية، يعني كان لهم محل تلحاق في كثير من المناطق اللبنانية، ولكن كذلك تعرضوا لكثير من الظلم والأذى في مناطق لبنانية أخرى، التمييز العنصري، التمييز المناطقي. يعني للأسف هذا الأمر عاناه اللاجئ، بعض البلديات منعت دخولهم، بعض البلديات منعت تجوالهم في الليل، بعضهم تعرض للضرب، الكثير منهم تعرض للخطف والتسليم للنظام السوري من قبل ميليشيات سوريا داخل لبنان مثل حزب الله وغيرهم. المجتمع الدولي أو المجتمع المنظمات، دعنا نتكلم عن المنظمات، كانت يعني كثير منها قامت بما تستطيع أن تقوم به في دعم هؤلاء، صمود هؤلاء اللاجئين داخل لبنان، قدمت لهم، وبعض المنظمات تاجرت بهم كثيرا، ولكن هناك تقصير، أكيد هناك تقصير، تقصير تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية والأمم المتحدة ودولة، وكذلك الكثير من المنظمات التي يعني كانت تتعاطى مع الموضوع بمصالح سياسية ضيقة. نحن نتكلم عن أكثر من 10 سنوات، أكثر من 12 سنة الآن، نتكلم عن ملايين الدولارات هم بحاجة إليها، نتكلم عن عائلات ما زالت منذ 12 سنة تعيش في الخيام،
لا تستطيع أن تأكل لدى المساعدات، نتكلم عن أشخاص أنه أن يخرجوا من مناطق معينة، نتكلم عن عدم حماية هؤلاء بموجب القانون الدولي، عن عدم حجازتهم بأوراق ثبوتية، عن عدم استطاعتهم السفر من لبنان والخروج من لبنان. يعني نتكلم عن حالات تعيسة هل جدا أصبح يعيشها الأمر اللاجئ. مستحيلا؟ يعني نحن نتحدث مثلا عن دور المنظمات الإنسانية ودورها معروف، يعني عندما نتحدث عن حلول لمشكلات حقيقية يعاني منها العالم، يعاني منها اللاجئ السوري على وجه الخصوص، وكذلك العالم من الذين يتسبب وجود يعني أعداد أكثر ضمن بلدانها في ضغوطات اقتصادية وإلى آخره، لماذا لا يكون هناك تحرك على المستوى السياسي الدولي، تحرك جاد لوقف انتهاكات النظام السوري التي لو وضع حد لها لما خرج أصلا المواطنون السوريون؟ هذا هو لب الموضوع، وهذا لب الحقيقة. أنا أتعجب أن منظمات دولية مثلا كبيرة مثل هيومن رايت ووتش وأمنيستي لم تصدر أي بيان أو أي قرار أو أي منشور يدين انتهاكات ميليشيا حزب الله في سوريا. لم تصدر أي بيان أو أي منشور يدين انتهاكات ميليشيا حزب الله بحق اللاجئين السوريين في لبنان. وبالتالي كذلك المجتمع الذي يتباكى اليوم على موضوع اللاجئين، وحتى المجتمع العربي الذي انفتح في النهاية على نظام بشار الأسد في الفترة الأخيرة، هو يعني تستر عن هذا النظام. ولو كان يريد المجتمع الدولي وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها القضاء على رأس الإرهاب في المنطقة، ميليشيات إيران ونظام بشار الأسد بالذات، لاستطاعوا، ولكن هم من قدموا له الحماية. حتى الكثير من الدول العربية للأسف كانت تحمي هذا النظام وتدعم هذا النظام، ولذلك حتى حكومات لبنان كلها. لذلك المشكلة الرئيسية ليست في الشعب السوري ولا في اللاجئ السوري ولا في الشعب اللبناني، المشكلة هي في الأنظمة التي تآمرت مع بعضها على حساب الشعوب العربية وبالأخص الشعب ألا السوري يوجد أستاذ طارق، والشعب. يعني ألا يوجد قانون دولي؟ يعني من الطبيعي أن يكون هناك قانون دولي يحمي البشر. ما مدى قانونية يعني إعادة اللاجئين السوريين من لبنان قسرا عبر القوات الجيش اللبناني؟ ما مدى قانونية هذا الأمر؟ أولا هذا الأمر هو مخالف للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان، ومخالف للقانون الدولي وللدستور اللبناني، وهي جريمة ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها كل شخص يرتكب هذه الجريمة. منذ اللحظة الأولى للثورة السورية كان هناك ارتكابات ومخالفات ارتكبها كثير من رجال السلطة في لبنان بحق اللاجئين السوريين، حتى أنهم سلموا الكثير من الضباط المشقين ومن الأشخاص المعارضين للنظام، وهذا أمر يعتبر في القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية. ثانيا، في الشق الأول من السؤال، ما ارتكبه النظام السوري هو من الجرائم، هو أفظع جرائم ارتكبت منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى هذه اللحظة. استعمل كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا بحق شعبه، استعمل الكيماوي أكثر من 350 مرة، استعمل براميل البارود، قتل الشعب وهو في المساجد وفي الأماكن الآمنة، قتل النساء والأطفال، هناك 15 مليون مهجر، هناك مليون سوري داخل المعتقلات ما عدا المخفيين قسرا وغيرهم. وللأسف استعملت روسيا والصين الفيتو أكثر من 18 مرة لمنع إحالة هذا النظام والجرائم التي ارتكبها، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، إلى محكمة الجنايات الدولية. لا بد للمجتمع الدولي من إيجاد آلية حقيقية لمعاقبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم. هناك محاولات في أمريكا كقانون قيصر وقانون محاربة البنتاغون وغيرها وكذلك، ولكن هذه الأمور ليست على المستوى الذي يستطيع به من خلاله أن يحاربوا أو يحاكموا أفراد النظام ككل. ولذلك لابد من إيجاد آلية قانونية حقيقية. لا يجوز أن يتحكم 5 دول في العالم بقرارات مجلس بقرارات المحكمة الجنائية الدولية. يعني دول تتحكم بقرار إنشاء أو إحالة ملف في الجنائية الدولية، هذا لا يصح. يجب التفريق بين السياسة والقانون والفصل بينهما. وبالتالي روسيا هي شريكة لهذا النظام في القتل، وروسيا يجب أن تحاكم، وبوتين يجب أن يحاكم كما يحاكم بشار الأسد، وهو من يملك حق الفيتو. الصين كذلك نفس الأمر. وبالتالي كيف لكم لهؤلاء أن يكونوا هم من يملكون حق الفيتو لمنع إحالة هذا الملف إلى الجنائية الدولية؟ في مطلق الأحوال هذا الأمر أخذ حيز كبير من الجدل القانوني، ولكن في النهاية لابد أن نعترف أن هناك تقصير دولي، أن هناك تواطؤ دولي بحق الشعب السوري. 13 سنة والشعب السوري يعاني، وحتى هذه اللحظة، من الإجرام الروسي والإيراني وكل ميليشيات الشيعية الإرهابية التي جاءت من أفغانستان وباكستان والعراق وإيران
وبالإضافة إلى الشبيحة داخل الدولة السورية. وللأسف العالم يتفرج على هذا الإرهاب. ما حصل في أوكرانيا كان سبعة تحرك سريع لمحكمة الجنايات الدولية وفتح ملف تحقيق وإصدار مذكرة توقيف دولية بحق بوتين. فما هو الحال في لماذا يختلف الحال في سوريا بعد 13 سنة ومليون شهيد وغيرها و15 مليون مهجر ومليون مختفي وغير ذلك؟ إذن العالم الغربي يتعاطى بازدواجية مع هذه الملفات، لا يهمهم كم يموت من هؤلاء المسلمين أو من هؤلاء السوريين داخل سوريا، ما يهمهم هو المصالح. عندما أتكلم عن العالم الغربي أتكلم عن أوروبا وعن أمريكا وعن روسيا وكل من تلك المنظومة الدولية الفاسدة أو تلك المنظومة الدولية التي تتحكم بالعالم ولا تريد أن تطبق القانون. القانون هو جيد، ولكن الأفضل أن يطبق القانون بشكل جيد، لا أن تعطى الروس الذين هم متهمون بالأساس حق الفيتو. ولذلك المجتمع الدولي مقصر، الإنسانية جمعاء مقصرة بحق الشعب السوري، ولكن في النهاية لابد لهذا الشعب من أن ينتصر بعد كل هذه التضحيات. يعني لولا الدعم الروسي الشعب السوري انتصر على إيران، الشعب السوري انتصر على النظام، كان قاب قوسين أو أدنى من إسقاط بشار الأسد داخل دمشق. جاءت روسيا والغرب من خلفه لعبة ذكية إرهابية كبرى بالطائرات حتى هذه اللحظة، ويضربون الآمنين ويقصفون المساجد والمستشفيات. لم يبقوا مستشفى في سوريا إلا ودمروه، لم يبقوا مسجدا إلا ودمروه. نحن يجب أن نعترف أن الشعب السوري والثورة السورية انتصرت على إيران وعلى كل ميليشيات إيران، على النظام السوري وكل من وقف معه، على ميليشيات حزب الله ومر قلوبهم في التراب. ولكن هذا الدب الروسي الذي يدفع الثمن الآن في أوكرانيا هو من جاء بهذه القوات الإجرامية الدولية وهذه القوات الحربية الضخمة، وروسيا دولة كبرى، ولكن آخرت في النهاية أن هذا الشعب لن يكسره شيء. نعم، من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب، شكرا جزيلا لك.